مشاهدينا الأعزاء، لو سهل بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى جديدة من زدني علما، سعداء أن نجدد فيها اللقاء معكم، وسعداء أكثر أن نستجيب لمقترحات ولأفق انتظار المتلقي من حلقة إلى أخرى، لأنه البرنامج حواري وتفاعلي ويطرح قضايا تتصل بالشأن العام وبقضايا تتصل بالجميع. هك علاش زدني علما من حلقة إلى أخرى يحاول يقرب أكثر ليكم ويحاول يقرب أكثر إلى شواغلكم واهتماماتكم في مستوى المواضيع وفي مستوى الطرح وفي مستوى الأسئلة اللي تجمو تتواصلوا فيها معنا، أما مباشرة في البرنامج وإلا من خلال الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك، وإلا عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق التليفون. بإمكانكم تتصلوا بنا مباشرة عن طريق الهاتف 74 621 607، كما هو موضوع على ذمتكم الآن في الشاشة، يمكنكم باش تتواصلوا معنا في الموضوع وتتواصلوا أيضا في بعض الأسئلة اللي لها علاقة بمواضيعنا في زدني علما. اليوم بعد سلسلة من القضايا اللي كانت فيها التفاعل كبير معكم، وصلنا صدى ذلك من خلال الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك وإلا من خلال الاتصال المباشر، وهي قضايا اجتماعية، قضايا على صلة باهتمامات المواطن في يومياته في حياته وفي مستوى كل ما يتصل ببعض الشواغل الحياتية. نواصل معكم اليوم مشاهدينا في موضوع على صلة كبيرة بواقع بما يطرأ من حين لآخر في حياتنا في بلادنا من بعض المواضيع وبعض الظواهر، من ذلك موضوعنا اليوم اللي هو على صلة كبيرة بكم وبالشأن الديني في المساجد، وهو موضوع اليوم المساجد بين التعطيل والتوظيف. نعرف جميعا أنه فما دعوات في المدة الأخيرة صدرت عن بعض الأطراف تمنع بعض المساجد والأئمة من القيام بأداء الشعائر في المساجد، فهل من حق هؤلاء أن يقوموا بمنع تعطيل الشعائر الدينية في المساجد؟ وهل لهم الحق في أن يمنعوا القيام بالأمر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المساجد؟ هل من حقنا أن نعطل المسجد عن القيام بوظائفه العبادية؟ وهل يمكن أن نخضع المساجد بيوت الله، أن نخضعها إلى بعض المصالح والتجاذبات والصراعات السياسية؟ ما الحد الفاصل بين المساجد وبين الإسلام في أحكامه وتشريعاته والأحزاب ذات المرجعية الدينية ومواقفها من القضايا المتعددة والمتنوعة؟ كيف يمكن للمؤسسات المهتمة بالشأن الديني والمسؤولة عن الشأن الديني في البلاد أن تحد من هذا التوظيف أو أن تمنع التوظيف وأن تمنع التعطيل وأن تتدخل من أجل أن تحدد الوظيفة الرئيسية للمسجد كما أريد لها أن تكون؟ هذه أسئلة ومجموعة من الأسئلة الأخرى بإمكاننا أن نطرحوها معكم ومع الأساتذة الأجلاء في زدني علما، ويشرفونا بالحضور اليوم الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي النوري، مرحبا بأخي الأستاذ محمد المديني. أهلا وسهلا حضرات النظارة الكرام، نسأل الله أن تكون حصة الليلة كالعادة فيها من الإفادة ومن المعلومة العلمية المفيدة، نستمد في ذلك العون والتوفيق من الله العلي القدير. مرحبا بك أستاذ أحمد. أيضا شرفنا بالحضور الأستاذ محمد المدنيني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبأخي الأستاذ أحمد بوشحيمة وكذلك بجميع المشاهدين مشاهدي قناة القلم، وإن شاء الله نقضي سهرة مفيدة وممتعة ونافعة بإذن الله تعالى. بإذن الله هي مفيدة إن شاء الله معكم أنتم، مفيدة مع أساتذتنا اللي ديما منورينا في الاستوديو، ديما نلقاو عندهم الإجابات، نلقاو عندهم كذلك تبسيط المعلومة، لأنه من حين لآخر ساعات نلقاو بعض المسائل اللي تبدو معقدة للبعض، ولكن نحاول أن نقرب هذه المعلومة ونبسط الفكرة للمشاهدين ونكون على صلة بمواضيعهم. وموضوعنا اللي بإمكانكم اليوم تتواصلوا فيه معنا هو المساجد بين التعطيل
والتوظيف، وبإمكان كل من يريد أن يطرح سؤال ولا يكون عنده فكرة فيما يتصل بالموضوع بإمكانه يكون معنا مباشرة في هذه الحلقة. نذكر بالتليفون 74 621 607. مشاهدين الأعزاء، هذه الأسئلة مش تكون موضوع طرح معكم وكذلك موضوع طرح مع بعض المهتمين بالشأن الديني، سواء كان من الناس عموم الناس وإلا ممن له صلة بالشأن الديني. في روبورتاج أول منطلق يكون للحوار معكم في موضوع المساجد بين التعطيل والتوظيف. شنو رأيك في دعوة الباب إلى إضراب عام يعملوه الأئمة في العيد الكبير؟ يعني لا صلاة ولا بيضة. إضراب يوم العيد الكبير معناها هذه منكيت المبكيت، معناها مهزة، هذه نتخيلها إشاعة. من الإشاعات اللي الموجودة؟ والله نرى حاجة زايدة، خاطر هذه حاجة تابعة للإسلام وتابعة لواحد، ما يجيوش مش يعملوها بحكاية إضراب ولا حاجة كيما هكا، ماهيش ناجحة الحكاية وما تصيرش أصلا في دولة إسلامية. بيان سور جو سوي كونتر، مي علاش دين إسلام هو؟ وعلاش اختاروا نهار العيد بالذات؟ والله مش معقول نهار العيد توصل الإضرابات للجوامع ولبيوت العبادة. في بالي الأئمة والصلاة وبعيدة على كل التجاذبات السياسية. في بالي ماهوش ممكن، يعني هما حتى كيف اقترحوه ولا كيف هددوا به ماهوش اللي يسانسيريو. في بالي اللي هما فسروا، جابوا معناها وفسروا، قالك احنا الاضراب راه مش معناها فماش صلات، مش معناها جوامع مسكرة، فهمت؟ احنا بلاد مسلمة ولهما يسمحوا لنفسهم انهم باش يقوموا بالعمل هذا، كيف احنا باش نسمحوا لهمش انهم يقوموا بحوايج كيف هكاكا. كي تسمع كلام كي هذا من المؤسف، يعني كي تسمع كلام كي هكاك يعني ما يقتنع به حتى مواطن تونسي، فهمت؟ حتى مواطن تونسي ما يقتنع به الرأي. انا جتروف حاجه غلطه، ما حقمش يضربوا. غلط اش معناتها ضرب؟ اش معناتها امام يضرب؟ حاجه ما تصيرش يا اخي. عندهم هما في عهد قبل كانوا يضربوا الايمه، في عهد قبل وفي عهد واحد ما تجيش. الملمون نهار عيد معناها دين اسلام وكل شيء، والملمون الائمه معناها العمل نتاعهم هو خدمه الدين، معناها مش الاضراب. الانسان اللي يحب يقوم بصلاه العيد معناتها اي انسان يقوم بها صلاه العيد، والامام جايين باش يقوموا بواجباتهم كما احنا نقوموا بواجباتنا وهم يقوموا بواجباتهم. والاضراب هذا ما عمره صار في العالم كامل مش في الاسلام. في سابقه هي الاولى في تونس تعلن النقابة التونسية للإطارات الدينية تنفيذ إضراب عام يوم عيد الأضحى بكامل المساجد والجوامع بتعلة تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأئمة واعتراضهم على طريقة تسيير المساجد والجوامع من طرف سلطة الإشراف. عدسة زدني علما توجهت لوزارة الشؤون الدينية بخصوص دعوة الإضراب هذه ودور المؤسسة الدينية في حماية المساجد من الصراعات والتجاذبات السياسية. أكيد أن كل من يدعو إلى منع الشعائر الدينية في المساجد أو يسعى بأي نوع من الوسائل في تعطيل دور المسجد ووظيفته هو يدخل تحت الوعيد الإلهي في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لأن هذا التعطيل هو سعي لخراب المسجد، وبما أن وظيفة المسجد بما هو صلوات وبما هو ذكر وبما هو قراءة قرآن وبما هو دروس وبما هو خطب منبرية، هذه كلها من الشعائر الدينية. ورب سبحانه وتعالى قال في الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسعي إلى تعطيلها هو يعني واضح أنه عكس تعظيم الشعائر، بل هو تعطيل للشعائر، هو إهانة لهذه الشعائر، وبالتالي الحكم الشرعي هو أنه حرام، هذا شيء حرام وفعل حرام وفعل منكر. ما هو مسلم به في الثقافة الإسلامية وفي الفكر الإسلامي أن السياسة كشأن عام والتي هي سعي لجلب المصالح ودرء المفاسد هي جزء من الدين، أي جزء من أفكار الإسلام وتوجهات الإسلام، ولكن الذي لا ينبغي أن نخلط بينه هو يعني ممارسة السياسة أو يعني دور الخطاب الديني أو الإمام أو الأحزاب الإسلامية أو غيرها من الجمعيات التي تنطلق من منطلقات الإسلامية للحديث في السياسة أي في الشأن العام فيما يهم المصلحة العامة فيما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة. هذه هي السياسة بمفهومها الشرعي، وبين الشأن الحزبي، فالشأن الحزبي هذا يخص كل طائفة بعينها سواء كانت حزب أو مجموعة، فهذا هو الذي لا يجوز، وينبغي أن يكون هذا هو الحد الفاصل بين السياسة كشأن عام وهي مصلحة عامة وبين الشأن الحزبي الذي هو شأن خاص.
محاولة توظيف الشرع أو الدين أو النص الديني للمصلحة الحزبية هذا مخالف لمقتضى الآية الكريمة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا هو الفرق بين العام والخاص. حاولنا بعد الثورة أن نخلص المساجد من الرقابة الأمنية من حالة الحصار، سعينا قدر جهدنا إلى أن نكلف الإطارات الكفأة التي تتوفر فيها الشروط العلمية والشروط الأخلاقية، وأول ضمانة نعتبرها لحماية المساجد من التجذبات ومن الصراعات ومن التوظيف هي شخصية الإمام أولا. فبقدر ما كان الإمام له الكفاءة العلمية والكفاءة الأخلاقية والمقبولية لدى الناس وذا بصيرة بالواقع، بقدر ما أدى وظيفته على أحسن حال. كما توجهنا إلى جامعة الزيتونة لاستبيان الرأي الفقهي في هذا الموضوع وآراء بعض الطلبة. بالنسبة للإضراب عن الصلاة يوم العيد بدعة من البدع، لا وجود للإضراب، خاصة إضراب عن العبادات، لأن العبادات خاصة الصلاة يطالب بها المؤمن وهي من الواجبات يطالب بها باستمرار، لا يمكن التوقف عن الصلوات سواء كانت هذه الصلوات صلوات فردية أم صلوات جماعية كصلاة العيد. هو طبعا معناها شعائر التونسيين هي من صميم دينهم، ولا يحق لأي كان أن يعطل هذه الشعائر بأي علة كانت، باعتبار أن هذا مرفق عام يخص جميع التونسيين، ولا يحق لأي كان أن يبادر لتعطيله. المسجد هو قلعة الإيمان وحصن الفضيلة، ولكن أين هذه المعاني وسط تجاذبات متكررة لإهانة ثوابتنا ومعتقداتنا؟ الروبورتاج هو اللي يخلينا في منطلق الحوار معكم مشاهدين الأعزاء، وكان مع ثلة من الناس من عموم الناس مع بعض المهتمين بالشأن الديني، وأكيد لكم رأي وأكيد لكم موقف وأكيد لكم تعليق على ما سمعناه وما أيضا تردد من توظيف المساجد أو من الدعوات إلى تعطيلها للقيام بالشأن التعبدي اللي هو لا شك أنه شأن بين المخلوق وخالقه. فهل هذه الدعوات هي معقولة، وهل نملك فعلا أن نقرر تعطيل المساجد عن أداء الشعائر والقيام بوظائفها؟ ولكن خلينا من البداية نتعرف معكم، وخلينا نذكر بأهمية المسجد وبمكانة المسجد في الإسلام كما أريد لها أن تكون يا أستاذ أحمد، وهي ولها أهمية كبيرة دون شك في ذلك. نعم، بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله سيدي وحبيبي محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. المساجد هي بيوت الله، يعني منذ البداية نضع الأمر في إطاره، هي بيوت من؟ هي بيوت الله. لا يمكن أن تسند لشخص أو لفئة أو لطائفة أو لبلد أو لجهة سياسية أو جمعياتية أو ما شابه ذلك، مهما كانت سلطته وسلطانه. المسجد هو بيت الله، ورواده هم ضيوف الله، ناس يرتادون بيت الله للعبادة. هذه هي المساجد، هي ليست مؤسسة إدارية، ليست مقر جمعية من الجمعيات، ليست مؤسسة ذات طابع ثقافي، وليست ملك الخاصة. نعم. إذن هي ذلكم المكان الذي يرتاده المؤمن ليعبد ربه، والعلاقة فيه بينه وبين ربه لا يتحكم فيها أحد، طبعا إلا الضوابط الدينية والضوابط الشرعية والعرف وما ينبغي أن يكون في المسجد من تنظيمات معروفة بالشرع وبما ألفه المؤمنون منذ بداية الإسلام. الله تعالى يقول في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية الكريمة تضع الأمر في إطاره، إذن نعم. واضح ما هي هذه البيوت ومن يتولاها. إذن هو بيت الله، هو المكان الذي يلجأ إليه المؤمن للعبادة، يرتاده الجميع، يتساوى فيه الجميع، لا مجال لتقديم ومراسم وما شابه ذلك مما يحدث، نعم. مما يحدث ربما في الحياة السياسية أو في المراسم وفي التنظيمات ربما الرياضية أو ثقافية أو ما شابه ذلك. الجميع يصطف، النظام المسجدي يقتضي أن يكون هناك إمام، هذا الإمام يؤم الناس لأداء الصلاة، الناس يصطفون يأتمون بالإمام ويفعلون كما يفعل، ونظام المسجد هو أمر شرعه الله ونجده مفصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إذن فلا مجال لأي وصاية على هذه المساجد. إذن من يتولاها؟ إلا يتولاها إلا ما كان من التنظيمات التي تتولاها الدولة والتي ينبغي أن تتولاها الدولة من باب التنظيم الإداري والتنظيم الذي يضمن سير العبادات وسير الشعائر الدينية التي فيه، في كنف النظام وفي كنف الهدوء وفي كنف السلم والأمن. لأنه إذا ترك الأمر هكذا كل إنسان يفعل ما يريد في المسجد بدعوى أنه بيت الله وليس لأحد سلطة عليه، ستصبح فوضى. نعم. إذن قضية إشراف الدولة على المساجد هذا أمر لازم تنظيمي، خاصة نعم. في العصور هذه اللي أصبح فيها المسألة الأمنية والمسألة التنظيمية تحتاج إلى رعاية الدولة في نعم. كل المجالات. نعم. إذن لابد للدولة أن ترعى نظام المساجد وتعيين الإطارات فيه بضوابط شرعية وبضوابط علمية، وتسهر على حسن سير النظام فيها وعلى نظافتها وعلى صيانتها وعلى أن تكون بيوتا يطيب فيها المقام للمؤمنين الذين يأتون إليها ويرتدونها نعم. لعبادة نعم. الله تعالى. نعم. هذا عن مكانة المسجد وعن أهمية المسجد في الإسلام، فماذا عن وظيفة المسجد؟ ما هي الوظائف المنوطة بعهدة مساجدنا أستاذ محمد كما أريد لها أن تكون فعلا؟ نعم. هو سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى أراد المساجد له، فقال وأن المساجد لله، فهي ليست ملكا لا للأحزاب ولا للجمعيات ولا للمنظمات ولا للفئات ولا لأي تشكيلة أو هيئة من الهيئات الاجتماعية أو السياسية داخل البلاد. هذا ابتداء، هذا ابتداء، لا هي ملك حزب ولا هي ملك منظمة ولا هي ملك شخص ولا هي ملك فئة دون أخرى، بالضبط، إنما هي لله. نعم. بعد أن نتحدث عن ملكيتها نتحدث عن وظائفها. نعم. هناك وظائف متعددة للمساجد. الوظيفة الأساس، وقال سي أحمد الساعة منذ قليل، في بيوت، ما قاله الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني هي مخصصة ابتداء لذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله كما يكون بالصلاة، يكون بالتسبيح، ويكون بالعلم، ويكون بالتعلم، ويكون بتلاوة القرآن، ويكون بالإصغاء إلى الخطبة، ويكون بجميع أشكال الذكر. كما أن المساجد لها وظائف أخرى، من وظائف المساجد أنها منابر من أجل تبليغ الدين وعلمه وتعليمه، ومن أجل كذلك التمكين لهذا الدين في الأرض، ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فللمسجد وظائف متعددة، فيها من الوظائف العبادية التي تخص العلاقة بين الإنسان وخالقه، نعم. كما أنها من المواضع التي يتلقى فيها الإنسان الدروس والمواعظ والعظات من الإمام أو من الخطيب أو من العالم، من أجل أن يخرج إلى الحياة وقد حكمه الإسلام في جميع تصرفاته. وهنا ينبغي أن نقول بأن المسجد هو بمثابة القلب النابض بالنسبة للمجتمع، يدخله الأفراد، يدخله
المسلمون من أجل أن يأخذوا ما يصلح شأنهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسجد له جانب عبادي روحي وله جانب تعليمي، هذا التعليم ينبغي أن يظهر أثره في الحياة العامة، وهنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل بين المسجد والحياة، وأن نفصل بين المسجد والسوق، وأن نفصل بين المسجد والشارع، وأن نفصل بين المسجد وقاعة الدرس. فالمسجد هذا بعبارة المدرسة التي يتلقى فيها الإنسان فيوض العلم من الإمام من أجل أن يصلح حاله في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. نعم. هذا عن المسجد كما يجب أن يكون، كما يجب أن يكون، كما يجب لا أن كما يكون. هو كائن، لا كما هو كائن. نعم. هذا كما هو موجود، أما كما هو مفترض أن يكون، أما كما هو موجود فالأمر مختلف يا أستاذ محمد. يختلف، وإذا ما أردنا النصف الأول من الموضوع مساجدنا. نعم. بين التعطيل والتوظيف. نعم. ففي مجال التعطيل الدعوة إلى الإضراب العام في جميع مساجد البلاد وجوامعها يوم العيد هي دعوة إلى تعطيل وظيفة من وظائف المسجد، يعني ما ذهبت إليه النقابة الوطنية للإطارات الدينية من خلال بلاغ صدر عبر وسائل الأعلام السمعية يوم 24 سبتمبر. نعم. ثم أكده الكاتب العام لنقابة الإطارات الدينية، النقابة الوطنية للإطارات الدينية. نعم. عود أكد المعنى يوم 29 أكتوبر. نعم. هذا نوع من أنواع التعطيل، لأن التعطيل له درجات: منع الناس من أداء صلاتهم مهما كانت الدواعي والمبررات لهذه الدعوة، ففي الشرع لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. نعم. ما يجبوش ندعو الناس. نعم. هذا يدخل في باب قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم. ما هو نسأل عن الحكم الشرعي بشكل دقيق. نعم. بعد ما ناخذ مكالماتكم الهاتفية اللي يبدو أنه عددها وافر في اتصالاتها وتفاعلها معنا في الموضوع، أهلا وسهلا بكم، تجمو تكلمونا عن طريق الهاتف 74-621-607، وننطلق بمكالمة مع أخونا علي تليلي من صفاقس. أهلا وسهلا بك سعلي. أهلا وسهلا بك خويا نوري. مرحبا بك. مرحبا بك وبضيوفك الكرام. شكرا سي نوري. نحب نسأل الشيخ برأسي اللي احنا خاصة بعد الثورة المساجد ولينا كي نخرج في صلاة الصبح، الحمد لله يا ربي نقاوة مليانة ولينا نعمة من عند ربي. نحب نسأله يندرى المساجد عندها شي دور في الحياة الاجتماعية للمواطنين. نعم. معناها تجم تدخل في الشأن اليومي للمواطنين، معناها تصلح بعض الحاجات، تصلح الأخلاقيات بتاع المواطن في الحافلة، في القطار، في معناها في حياته اليومية في الشارع كيف يتصرف سلوك المواطن. وهذه أمور معناها نعرفوا احنا بيتربي نقصدوها أولا ابتغاء لوجه الله تعالى إن شاء الله يرضى علينا. احنا في تونس ولينا نعيشوا في معناها في روح من الحرية والمسؤولية في نفس الوقت. نعم. ونحب نعرف علاش احنا نكبوا مثلا امام بعد ساعات يدخل في امور حتى لو كانت سياسية هي لمصلحة الوطن ومصلحتنا الناس كل، احنا يبدأ يجبد أمثلة حتى من القرآن باش يصلح بعض الأشياء اللي كانت قبل مسكوت عنها مثلا في سلوكنا وحتى في تصرفاتنا، لكن هو يحكي على السياسة ما يزموش يوجه لغاية معناها حزبية، يوجه أنه مثلا يذكر بعض الآيات القرآنية معناها ليصلح بعض الأفكار ولا. نعم. الأخطاء للمواطن العادي ما يعرفش. واضح، يعطيك صحة يا سعلي فيكم وعايشك وإن شاء الله ربي يكثر من أمثالكم ويكثر من مثل هذه البرامج القائمة هذه باش ننفعوا المواطنين العاديين الكل. مع الشكر والتحية. يعيشك سعلي. سؤال دقيق وواضح من سعلي تليلي، يقول لنا هل من شأن الإمام والخطيب أن تكون له وظائف اجتماعية في خطبته بالإضافة إلى الشأن الديني العام والعبادات العامة أستاذ أحمد؟ نعم، إنما جعلت المساجد لهذا الغرض، هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هو ذكر اسم الله وإقامة صلاة الجمعة
وتشريع خطبتين في صلاة الجمعة وما يقوم به الأئمة والعلماء من تقديم دروس الوعظ والإرشاد في المساجد. نعم. إنما هو لإصلاح المجتمع، إنما هو لبيان ما ينبغي على المؤمنين في أمور عباداتهم وفي أمور معاملاتهم، والمعاملات لا تقل أهمية عن العبادات، لأن العبادات هي في الحقيقة وسائط تجعل من الناس معناها ناسا وقد تثقفوا وتهذبوا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإمام وما يقوله في المسجد وما يرشد إليه الناس هو تماما ينبغي أن يكون في هذا الاتجاه، في إصلاح حال الناس، في معاملاتهم، في بيعهم وشرائهم، في تعاملهم فيما بينهم. الإمام يحث على الوفاء بالعهد، الإمام ينهى الناس عن الكذب والنميمة وفساد ذات البين، يحثهم على إصلاح ذات البين. نعم. يحثهم على التواضع، يحثهم على الكرم، على التخلق بالأخلاق الإسلامية، على الإحسان إلى الجار واجتناب الإساءة إلى الجار، بر الوالدين وما أدراكم ما بر الوالدين. هذه معناها هذه مهمة وما أحوجنا إلى ذلك اليوم. نعم. يا أستاذ. نعم. أحمد، هذا هو ترسيخ هذه القيم النبيلة السمحة. ما يسأل عنه أخونا الكريم هو هذا هو صلب مهمة المسجد ومهمة. نعم. الأئمة هو الإصلاح الاجتماعي، والإصلاح الاجتماعي من ورائه مرضاة الله، ومن ورائه أن يعيش الإنسان حياة هنيئة وأن يسعد في أخراه لأنه أطاع أمر ربه في دنيا. نعم. نواصل مع المكالمات الهاتفية. الحبيب بن سعيد من مدنين، أهلا وسهلا بك سي الحبيب. أهلا وسهلا. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. بربي حبيت أتدخل في الموضوع. تفضل. بالنسبة للأيام بتاع الجوامع. نعم. بالنسبة للأيام يجب يعطوهم حقوقها. الو، نسمع فيك. قلت لك يلزم يعطوهم حقوقهم كيما الناس الاخرى. نعم. الفئات الاجتماعيه الاخرى ما دام هي مهنه الناس يخدموا في المساجد لازم يعطوهم حقهم. وما نصورش باش ائمه المساجد باش يجون على العيد ويعملوا اضراب. شكرا، مع التحيه والتقديس الحبيب. سي أستاذ محمد، من يدعو إلى تعطيل المساجد عن القيام بوظائف أريد لها أن يكون كذلك في المسجد، فما حكم ذلك؟ هو من دعا بهذه الدعوة فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأضر بدين الله من أن تقوم المساجد بوظائفها، وخاصة في يوم عيد من أعياد المسلمين. ويدخل الحكم يمكن أن نستنبطه من خلال قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والسعي في الخراب راه لا يقتصر أن يكون الخراب هنا أو التخريب في جانبه المادي كما نراه في واقعنا. نعم. ثم تخريب في جانب مادي ومشاهد في العديد من البلاد العربية الإسلامية، حيث رأينا كيف أن بعض المساجد أحرقت بتمامها وكيف هدمت على من فيها في مصر وفي سوريا. هذا نوع من التخريب المادي للمساجد. نعم. وهناك نوع آخر من التخريب، هذا التخريب ونقول التخريب معنوي ويتصل أساسا بالتعطيل. نعم. فمن يدعو إلى ألا يقوم المسلمون بأداء شعائرهم فقد خالف أمرا من أوامر الله وهو آثم. هذا نوع من أنواع منع المساجد من أن تؤدى فيها وظائفها الأساس، وظائفها الأساسية، ومن أهم الوظائف متاعها الأساسية هو عبادة الله وأداء الفريضة. التعطيل اللي يجم يكون راه من أطراف معينة كما يجم يكون من عموم الناس الحاضرين، يمكن حتى يكون شخص معناه موجود في المسجد يعطله. يمكن يمكن. نعم. يمكن. والتعطيل يمكن أن يكون من جهات متعددة، من جهات متعددة. اللي ريناه واللي الفت الانتباه لأنه كان من جهة، من جهة، من جهة الأصل والمفترض والواجب على أنها تكون حريصة على أداء الواجبات وعلى أن يؤدي المسجد وظيفته. طوخونا علي طليلي من مدنين قال يطالبوا بحقهم في تحسين
وضعيتهم المهنيه. لهم ان يطالبوا بحقهم. نعم. وعلى على الناس ان يساندوهم في مطالبتهم بحقهم هذا، لان الاطارات الدينيه راهو منذ العهود البائده. نعم. وضعهم هو وضع سيء ووضع رديء، يعني هم يشرفون على عمل مهم من خلاله يسيرون على افراد المجتمع بان يؤدوا بعباداتهم في اعلى افضل وجه، لكنهم على مستوى الاجر نتاعهم زهيد. من حقهم باش يطالبوا، لكن ليس من حقك ان تمنع الناس من ان يؤدوا عباداتهم لله سبحانه وتعالى. ثم طرق ثم اليات وثم وسائل من شانها ان تجعل الانسان يطالب بحقه. اما لان يجي يغلق المساجد ويقول اضراب عام يوم عيد الاضحى، لا يعقل باي حال من الاحوال، ما يجيش. نعم. اذا استاذ احمد، المساجد هي بيوت الله، ومن عطل وظائف المسجد فإن ذلك فيه خطر على الإسلام وعلى أداء هذه الشعائر بالنسبة إلى المسلمين. هي الحقيقة ما حصل، وهذه الدعوة التي سمعنا بها والتي تتضمن إضراب إطارات المساجد عن أداء مهمتهم يوم عيد الأضحى، هي سابقة لم نسمع بها من قبل. كما يقولوا الناس توا عشنا وشفنا. نعم. فهذا الأمر في الحقيقة أنا عندما سمعته لأول مرة قلت الأمر ليس جديا، هذه فذلكة، ثم تبين أن الأمر صحيح. وكان تعليقي على ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، واعتبرت أن ما صدر عن هذه الجهة التي دعت إلى تعطيل معنى وظيفة المسجد يوم عيد الأضحى، اعتبرت هذا لعب صبيان، اعتبرته معناها لعب ذر، معناها لعب وليدات. لا يمكن أن يكون، لأنه لا يمكن أن يكون. المسألة تتجاوز ما لا تريد على الخاطر. مش ممكن الإنسان يتصور في ذهنه أنه يوما ما يجي واحد يقول له مش نعملوا إضراب في المسجد. نعم، لأول مرة معنا هذه السابقة، ولذلك هيك علاش قلت عشنا وشفنا. عشنا وشفنا. به نواصل مع التليفونات، مع المكالمات الهاتفية. خونا مفيد بن سعيد من المستير، أهلا وسهلا بك مفيد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا. في المقدمة أرحب بضيوفك الكرام. شكرا. كما أشكر كما قناة القلم على ما تقدمه من برامج قيمة، وأعتبرها أنها قناة الضمير في تونس، والله العظيم بدون رمي ورود ولا مجاملات. والله هي قناتكم جميعا دون استثناء. مرحبا بكم جميعا. بارك الله فيكم. يعيشك. بالله نحب نسأل ضيوفك الكرام. تفضل. فمني سمعت عبر الأعلام الموجود في تونس توا حاليا، وأنه فما نقابة الأئمة، النقابة الوطنية للإطارات الدينية. أيوة. نعم. أنا والله محتار ياسر، بدليل أنه أعلم النقابات مثلا اتحاد العمدود الشغل يناضل من أجل الشغيل، المنظمة الأعراف تناضل من أجل الأعراف والصناعيين والتجار و لكن منظمة المنظمة لنقابة الأئمة هذه ما فهمتش بدليل تناضل من أجل شكون، ضد شكون؟ أنا عم أعتبره ضد ربي، لكن أريد من ضيوف الكرام توضيح هذا الأمر، والله ما فهمتوش. أستاذ محمد، به مع الشكر والتحية. بارك الله فيكم. يعيشك. بالله باش نقول لك المدخل السابق. أيوة. المدخل. أيوة. الأئمة في تونس توا أنا عم أعرفه جيدا، وأنهم كلهم معلمين أو أساتذة أو صناعيين، كلهم بالمهن متاعهم. فهمت العملية شنو؟ مش الكل راهو، مش الكل. معنى ما وظيفة ثانوية. هو لولا كان المسجد متاح للناس كل، فما برشا اللي يعرفوا يقراوا واللي أصواتهم جيدة واللي عندهم الوقت من متقاعدين من شباب. فهمتني؟ أنا كنت صغير عمري 13 سنة 14 سنة، والله الناس تقدم بالأربعة خمسة عشرة من الناس يتقدموا يحبوا يصليوا بالناس. نعم. موجود. واضح سؤالك. مع الشكر. أنا ضد الإمام المأجور بصراحة. المأجور. أي ضد الإمام اللي ياخذ أجرة، سواء كان إمام خمس
او امام جمعه. ونحب نعرف الحكم الشرعي من ضيوف الكرام جزاهم الله خيرا. شكرا لك، مرحبا بك، والسلام عليكم سيدي وبارك الله فيك. استاذ محمد سؤاله واضح. واضح أي. واضح. ساعود به الى التاريخ. عنده سؤالين وتقريبا. نعم، سؤال في جزئين. نعم، نعود الى التاريخ لنرى ان اول من اسس الاتحاد العام التونسي للشغل مع الزعيم فرحات حشاد هو الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وكان الرئيس الشرفي للاتحاد العام التونسي للشغل وقت اللي تأسس في 20 جانفي 46. يعني الشيوخ العلمي وعلماء تونس، علماء الزيتونة بالأساس، كان لهم رأي في العمل النقابي، وكانوا يعتقدون أن العمل النقابي هذا من صميم الإسلام ومن جوهره. نعم. وأكبر دليل على ذلك نجد علما من أعلام تونس وهو الشيخ محمد الفاضل بن عاشور يكون من المؤسسين، من مؤسسين الاتحاد العام التونسي للشغل. إذا كانت هذه المنظمة في جانب كبير من مهامها في موضوع تخصصها هي التي تعمل على الدفاع على الطبقة الشغيلة، به يمكن اعتبار النقابة الوطنية للإطارات الدينية جزء من المهام اللي تجم تقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، أن يدافع عن هذه الطبقة اللي قاعدة تقوم بدور. وبالفعل يعني ثم جانب مطلبي اجتماعي من أجل تحسين حالهم، وإذا ما كانوا يتقاضون أجرا فلا حرج في ذلك، يعني أخذ راتب على عمل يقوموا به. هيك علاش تسمت هي الإطارات الدينية. الأئمة صحيح يعني الجانب الأعظم من الأئمة تلقاه أما أستاذ ولا تلقاه معلم، أما المشكل مع الرواتب الضعيفة خاصة إذا كان المؤذن وإلا كان المنظف، هذوما من الإطارات المسجدية واللي الشهرية اللي تقاضوها بسيطة. إذا كان باش يأسسوا نقابة من أجل الدفاع عن حقوقهم باعتبارهم على أن جزء من مؤسسة تابعة للدولة اللي هي وزارة الشؤون الدينية، فمن حق من يفعل ذلك؟ كيف ما الأئمة توا عندهم جهود كبيرة من أجل بعث نقابة للأئمة، لو مش في للدفاع عن الجانب المطلبي المادي فقط، وإنما حتى عن الجانب القيمي والجانب التنظيمي والجانب المعنوي، لأن الأئمة في زماننا هذا وفي وقتنا هذا مهددون من جراء الحملات اللي نراها في وسائل الإعلام، واللي قاعدين يعطيوا في صورة خاطئة للناس، وأي ما قاعدين يدخلوا السياسة، وأي ما قاعدين يحرضوا على القتل، وأي ما قاعدين يحرضوا على الكراهية وعلى البغضاء بين أفراد الشعب التونسي، وقت اللي تكون عندهم نقابة من شأنها أن تدافع عن حقوقهم أمام أولئك الذين يهاجمونهم أو أولئك الذين يعادونهم. ما هي المقاييس التي يتم فيها اعتماد الإمام والخطيب يا أستاذ محمد؟ أخونا الكريم سي مفيد قال فما بعض الأساتذة، فما بعض الإطارات، وفما ربما قال أتساءل عن المقاييس المعتمدة في اختيار الإمام، في اختيار الخطيب. اسمع قبل. نعم. ثم مقاييس واضحة ودقيقة. لا لا لا، ثم قبل مقاييس. وإلا أستاذ من اختصاص معين نجم يكون إمام، وإلا إنسان متضلع في مسائل دينية نجم يكون إمام، معناها إن غابت هذه المقاييس فلنقول إنها غائبة، وإن وجدت فلنقول إنها موجودة. هو باش ما نحتكرش الكلمة. نعم. إيش نقول ثم جانب متعلق بالتعطيل، وثم جانب متعلق بالتوظيف. أيوة. في الجانب المتعلق بالتوظيف اختيار الأئمة قبل مثال قبل الثورة، المقاييس التي على أساسها يختار الإمام لم تكن مقاييس علمية. نعم. تقوم على أساس الكفاءة، وتقوم على أساس العلم، وتكون على أساس الورع. لا، ثم مقاييس أخرى تقوم أساسا على الولاء، ولذلك وجدنا من الأئمة تلقاه إمام ولكن يخدم في الشركة متاع استغلال وتوزيع المياه، ولا في شركة الكهرباء والغاز، ولا تلقى إمام وتلقى مثلا خدمة متاعه في الخضارة موجود، ويتصدر الناس ويأمهم بالضبط. ثم أما تو بعد الثورة ثم مقاييس أخرى، والمقاييس مقاييس علمية وثابتة، وعلى أساسها يكون المكان للأجدري. نعم. هو هذا باختضاب. هذا باختضاب. أستاذ أحمد سألنا عن المقاييس لأنها قد تحد من بعض الوظائف التي يخرج بها الإمام عن الحد السليم. دعني أولا أرجع إلى تدخل الأخ اللي كان يتكلم
هل الأئمة طبقة شغيلة؟ هو تساءل ومشى في الاتجاه هذا، هو قال بين ظفرين مأجور، ولكن يقصد به يتقاضى أجرا. هل يجوز أن نعتبرهم من الطبقة الشغيلة حتى تكون لهم نقابة وينضوون تحت اتحاد شغل؟ هذا سؤال كبير. الحقيقة أنه في التاريخ القديم ما كان الإمام يتقاضى أجرا عن إمامة الناس. في زمن أزمنة الأولى كان الأكفأ والأورع والأعلم من المسلمين كان يتقدم الناس، وربما لم يكن هناك إمام راتب في زمن من الأزمنة، لكن بتطور الحياة وتعقد وتشابك المصالح وكذا صار من اللازم أن تنظم المسألة وأن يكون في المسجد هناك إمام راتب يصلي بالناس الصلوات الخمس. وإذا صلى الإنسان بالناس الصلوات الخمس لا أعتقد أنه يستطيع أن يجمع بين شغل في النهار أو في الليل وبين هذه المهمة، في الغالب هو يتفرغ لها، وكذلك المؤذن لأنه يحضر في الصلوات الخمس، وكذلك ربما الإطار معناها نوع من إطار التنظيف وما شابه ذلك. فصارت المسألة تستدعي أن يكلف هؤلاء الناس بمقابل، وهذا المقابل يعينهم على المعيشة، لكن هل هذا المقابل هو كافي؟ وبالنسبة للأئمة الخطباء اللي في أغلبهم تلقاهم يشتغلون شغلا آخر، أنا أقول لما لا يقع التفكير في أن نوظف أناسا يأمون الناس في صلاة الجمعة وفي الأعياد وفي الصلوات الخمس، ويتقاضون مرتبا محترما، ويكونون بمثابة اللي عنده مثلا وظيفة في التعليم أو وظيفة في مجال من مجالات الوظيفة العمومية الأخرى، وتكون فيه المواصفات العلمية. وهوني نربط مع سؤالك أنه المواصفات العلمية مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد من الأولى بإمامة الناس، فيقول يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. يعني يعطيك كيفاش الترتيب، أنه الأعلم هو اللي يأم الناس. وما دام المسألة صارت تخضع لتنظيم وتتطلب تنظيما، والتنظيم هذا لابد منه، لأنه ما عادش ممكن باش نخليه المسألة سايبة واللي يجي يتقدم ويصلي بالناس فلابد من اشتراط معناها بعض المقومات في الإمام، من حيث حفظ نصيب من القرآن الكريم، من حيث معرفة بأحكام الصلاة والعبادات، من حيث إلمام بمسائل الدين وأصوله مما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة، وأن يعرف تفاصيل فقه الصلاة على الأقل والطهارة، حتى تكون أداء العبادة اللي أديها منها في المستوى الصحيح والمطلوب. نعم، نواصل مع المكالمات الهاتفية مع فاطمة من صفاق. سهلا وسهلا بك فاطمة، يريد تسمعنا من خلال الهاتف فقط مش من خلال الجهاز التلفزة، باش يتم التواصل معك يا فاطمة بشكل واضح ودقيق، في انتظار أنه فاطمة تكون جاهزة معنا في الاستماع. مرحبا بك فاطمة، تجهز روحها تسمعنا من خلال الهاتف فقط. أستاذ محمد، ما هي البواعث التي تجعل المساجد تدخل في حلبة الصراع السياسي والتجاذبات، خاصة بعد الثورة ولينا أنه نراو المساجد متاعنا وربما يتم توظيفها في حلبة صراع سياسي؟ قبل ذلك سي أحمد قال لأن من الأفضل كمقترح من الأفضل يولي الإمام متفرغ وياخذ راتب من الدولة. هذا لو نفرق بين الدولة باعتبارها كيانا سياسيا وبين حكومة تشرف على الجوانب التنفيذية. التجربة في التاريخ أثبتت على أن ما من حزب يتولى أمر البلاد إلا ويعمل على السيطرة على جميع المؤسسات بما فيها المساجد في التاريخ، هذا عبر التاريخ، التاريخ المعاصر. ما عندما المساجد قبل كانت تخضع لنظام الأوقافي،
وكان المسلمون أفراد المجتمع كانوا هم الذين يسيرون المساجد بأنفسهم دون أن يعتمدوا على دولة. ألا يجب أن يتغير اليوم هذا؟ ومن الأفضل من الأفضل على أن يكون ألم يحن الوقت كي يتغير؟ ولم يتغير، هو لم يتغير، وهك علاش دعوة من الآن على أن أمر الدين في بلادنا ينبغي أن يكون أمرا مستقلا، أمر مستقل. هذا واضح معناه بلا يسطر عليه بالأحمر. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ محمد، لابد أن يكون أمر المساجد أمرا مستقلا، أمرا مستقلا عمن؟ مستقل عن جميع التيارات والأحزاب والتنظيمات والفرق والهيئات والتشكيلات الاجتماعية والسياسية والعند على اعتبارات بكلها. علاش؟ لأنه احنا في الفترة هذه، فترة هذه ثم فوضى، بعض الفوضى صحيح، لكن الآن من خلال ما يحدث، وأنا إمام مسجد، إمام خطيب، من خلال ما يحدث هناك دعوات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها من قبلها العذاب. يعني بعبارة أخرى، هناك من يلوح الآن بأن الأمور لو تغيرت لأصبح أمر المسجد تماما مثل ما كان في السابق، وهذا هو الخطر. الخطر أن لا تبقى بيوت الله مستقلة. ما تحدث عن الحياد، الحياد عنده معنى، أما أنا أتحدث عن الاستقلالية. ينبغي أن تكون بيوت الله مستقلة. كيف يكون ذلك؟ من خلال حوار وطني. هذا الأصل، هذا متروك للحوار الوطني، هذا أصل للحوار عبر لجان اسمها، واللجان تكون معروفة، معروفة باش، معروفة بعلمها، ومعروفة كذلك بتدخلاتها وبإضافتها، ومعروفة عند الناس في أخلاقها وسلوكها. علاش؟ على خاطر مش تقوم على أمر ديني، لأن الغريب توا لأن ثم ناس لا علاقة لهم بالدين وبالصلاة وبالعبادة، وهم اليوم الذين يريدون أن ينظموا أمر المسجد. هذه مشكلة زادة، هذه مشكلة. نعم، على كل احنا مش نطلب بكل لطف من الأستاذين الجليلين، الأستاذ أحمد بوشحيمة والأستاذ محمد المدنيني، أنه نختصر في الإجابات لأنه فما عدد وافر من المكالمات الهاتفية حتى نتمكن باش ناخذ أكثر ما يمكن منها. فأهلا وسهلا بكم وبمكالماتكم اللي توصلنا عن طريق الهاتف 74 621 607. المكالمة اللي معنا أخنا فاطمة، مرحبا بك. مرحبا بك فاطمة. عسلامة خويا النوري. أهلا وسهلا بك. ربي يعيكم إن شاء الله وربي يوفقكم. شكرا. خويا النوري، أنا خلي لفت لي انتباه العنوان نتاع حصتكم. نعم. زدني علما. نعم. هذه الكلمة هذه زدني علما ماذا بها تتطبق على جامعة سيد اللخمي. راه جامعة سيد اللخمي رغم أن نستفاد ثلاثة جمعة نستفاد منه بحتى شيء. معناتها الجمعة اللي فاتت تكلم على النقابة، قال نقابة خراب. تو الشباب الجمعة مليين بالشباب ويقول نقابة خراب، بداو يقول نقابة خراب، باش مش يعملوا الشباب نهار آخر؟ هو مش يعملوا فوضى، يعملوا الفوضى. واللي هذا تعملوا علينا مزية، تعملوا علينا مزية. رقابة الجمعة سيد اللخمي راهو نسمعوا كان في السياسة، والأخ اللي كنت تسمع فيه يقول الجوامع لازم تكون مستقلة على السياسة. نعم. ما حكيت فيها الكلمة اللي قالها. نعم. وبارك الله فيكم. شكرا، مع التحية والتقدير لفاطمة. سي محمد، واضح إذن الدعوة إلى التفكير الآن في الشأن الديني داخل المسجد هو أن يكون مستقلا عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو الجانب التعبدي في المسجد. نعم، سأقتصد في الكلام. لا لا لا، أنت وأنت خير المقتصدين في الكلام. أقتصد في الكلام. رأي دعوة، دعوة هي راهي نتاج تجربة، تجربة تقريبا متاع ربع قرن، 25 نعم. سنة وأكثر في مجال الخطابة، ومن خلال فترة ضغط في سنوات الجمر، من خلالها أدركنا، مش أنا وحدي وإنما أدركنا العديد من الأئمة من خلال جمعية الخطابة والعلوم الشرعية اللي تهتم بأمر الخطابة وبأمر الإمام الخطيب، على أن راه لا يمكن أن يصلح أمر الوضع الديني في البلاد إلا إذا كان ثم استقلالية للشأن الديني. إذا نعم. كان ثم دولة ثم سيطرة، إذا كان ثم دولة ثم سيطرة. مع العلم، مع العلم أن المساجد راهي ما بنتهاش الدولة، راهي المساجد بناها أبناء الشعب، وتو حتى في مستوى القيام على أمرها نسبة كبيرة ياسر ما تقوم إلا من أبناء المسجد. راه بالنسبة لتأثيثها وبالنسبة للإضاءة متاعها والعديد من الأشياء اللي قاعدين يقوم بها وما لعبت. معناها مش بالضرورة الدولة هي تشرف على بنائها. الدولة هي مسيطرة ليس إلا.
مسيطرة ليس إلا هذا 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 ما هو مشاهد. مسيطرة مسيطرة ما المقصود بمسيطرة؟ مسيطرة مسيطرة على وضع مسيطرة على وضع المساجد، يعني وكأن المساجد هي شأن يهمها ويهم التوانس الكل. واسمعوا، ما ولا ثم أمر ديني في بلادنا إلا وقت اللي الدولة ولات تعتبر على أن شأن الديني كأي شأن آخر. يعني وقت اللي يقولوا احنا الدولة العلمانية تولي ثم الشأن الديني كأي شأن آخر، وفي الأصل على أن راه في نظام الأوقاف ونظام الأوقاف على أن المسجد الذي يسيرهم أصحابه وأهله. نعم، نواصل مع المكالمات مع أخونا سيد الزيتوني من جيبة. سهلا وسهلا بك سيد، مرحبا بك. يا ريت المدخلين الكل اللي يدخلوا معنا في التليفون يسمعونا كان بالتليفون برك، ما يسمعوناش بالجهاز التلفزه باش ما يكونش فما صدى يعطلنا في مستوى التدخل. مرحبا بك سي سيد، تحيه لضيفيك. شكرا، رجاء نسمعنا بالتليفون برك يا سيد. وهذه الملاحظه تنسحب على كل المدخلين، ومرحبا بكل ارائكم ومرحبا بكل تدخلاتكم ومواقفكم. لك ولضيفيك شكرا. اريد ان اعلق على الاضراب الذي دعت له رقابه الائمه. اي نتكلم فيك بالتليفون؟ نعم نعم. لا نسمع فيك، راه نسمع في الصوت نتاعنا قاعد يرجع من التلفزه، نقصوا شويه من التلفزه. مرحبا بك. مازال الصوت يرجع بالتلفزه. سي سيد رجاء نسمعنا بالتليفون برك، في انتظار انك تجهز روحك. كانك جاهز بالنسبه للدعوه التي دعاها الاتحاد العام التونسي للشغل. اريد ان اساند الاتحاد فيما دعا اليه في خصوص تحسين اجور العمال، اجور الائمه. الراتب الذي يتقاضاه الائمه راتب لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا مطلب احنا نشترك فيه معك. وزاره الشؤون الدينيه نعم. على تحسين اجور الائمه يا سيد، احنا هذا مطلب مشترك فيه معك. نعم هذا لا اقول عار على حكومه الثوره، الا ما اقول اكثر من ذلك. كيف امام 200 دينار؟ هذا ماذا سيكفيه؟ لا تكفيه لا ماء ولا 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 قوت. ثانيا اطالب بهيكله هذا القطاع، وان يكون احداث معهد خاص لتخريج الائمه، ائمه الخمس والائمه الجمعه. لابد ان يكون هناك معهد لتخريج الائمه في هذا الوقت في القرن 21، ان يكون امام خمس او امام جمعه احيانا لا يعرف حتى نواقض الوضوء وفرائض الصلاه. فهذا لابد من الوزاره ان تفكر في هذا الامر. طبعا عندي تعليق على دعوه الاضراب الى يوم العيد. فطبعا هذه دعوه استنكرها، واقول ان الاضراب او ان الاتحاد لما فشل في الاضراب في الارض اراد ان يضرب على ما في السماء، وهذا اخاف ان يصدق فيه قوله سبحانه وتعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كانوا يدخلوها الا خائفين. نحن نساعد النقابه في تحسين الوضع المادي والوضع المعرفي للائمه، ولكن نحن ضد النقابه، وهذا عار على نقابه في دوله مسلمه يوم العيد يوم فرحه المسلمين ان تدعو الى الغرب. والسلام عليكم. شكرا، مع التحيه اخونا سيد. استاذ احمد، ما الحد الفاصل بين الاسلام في تشريعاته في أحكامه وبين بعض الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومواقفها من بعض القضايا؟ هو تفاعلا مع الأستاذ محمد ونربط مع سؤالك، الدولة وعلاقتها بالمساجد وببيوت الله. حبيت أن نتحدث شوية عن استقلالية المساجد اللي يتحدث عليها الأستاذ محمد، وأنا أشاطيره الرأي في ذلك، حتى لا تفهم ما سأضيفه الآن، حتى لا يفهم أن الاستقلالية هي أنه لا شأن للدولة بالمساجد. لا، هو الدولة لها شأن مع المساجد. ما المقصود بالشأن؟ الشأن هو التنظيم، هو الإشراف، وهذا اللي قاله الأستاذ محمد. أي هو الإشراف. نعم. أما أن تملي على الإمام ماذا يقول كما كان سائدا في العهود السابقة، فهذا لا يمكن أن يكون. وهذه هي الاستقلالية اللي ينبغي الحرص عليها. مش نفهم الاستقلالية بمعنى أنه الدولة لا شأن لها مع المساجد
ولا تتدخل في أي شيء في المساجد، عند ذلك تصبح الأمور فوضى. وإذا نتفق في مفهوم الاستقلالية باش يكون واضح لدى السادة المشاهدين. نعم، في نفس المقام. نعم. كما نتحدث عن استقلالية القضاء ونتحدث عن استقلالية الإعلام، نتحدث كذلك عن استقلالية المساجد، لأن الجميع اليوم يتدخل في شأن المساجد. هذا مطلب شعبي راهو يا أستاذ محمد، اليوم استقلالية المساجد راهو مطلب شعبي اليوم. واسمع، مطلب شعبي، لكن احنا نريد من خلال الحراك السياسي الموجود في البلاد ان يعطى لهذا الامر ما يستحق من الاهميه في الحوار، وزاد كيف في مستوى ما يتخذ من اجراءات. لان الواقع تو قاعد يثبت خلافه.